السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة البقرة آية 19. يلا نقول يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو همزة فتحة واو عليها رأس الحاء أو رأس الخاء سكون، يعني واو يعني معناته حرف إيش؟ حرف رخم يعني إله زمن. أو ك كصا كصي ك كصي. الياء مشددة، وقلنا إنه الياء المشددة يعني معناته في نبر، سواء متطرفة أو في وسط الكلام لابد من النبر. ليش النبر؟ عشان نوضح الياء الساكنة الأولى. وليش النبر الصوتي؟ مش الضغط على اللسان أو الفك، مشان ما يضيع منها الرخاوة والليونة ونحافظ على ليونتها. إذا حنقول ك ك ص ص ص ك صي صي ي صي. هذا هو النبر، هذا هو النبر. ما بشدش عليها ك صي أي أي، لا أنا لساني مرتاح على الآخر وأنا بجيب الياء. الباء تحتها كسرتين، والكسرتين شو؟ مزيوحين عن بعض. تمام. شو يعني؟ يعني في حكم، يعني في حكم. شو هو الحكم؟ يا إما إدغام يا إما إخفاء. هنا ميم مشددة صار، يعني معناته النون أدغمت إلى ميم وصارت ميم مشددة. إذا حنجيب غنة ميم أكمل ما تكون من 4 إلى 5 حركات تقريبا. أو كصيب من، كصيب من السماء. هنا من الجارة، ألف مرة حكينا إنه من الجارة أساسها سكون نون ساكنة. طيب ليش هنا صارت فتحة؟ ليش فتحناها؟ يلا جو. أيوة زي ما بتقولي من الشيطان، هنا من السماء. ليه؟ أيوة منعا لالتقاء الساكنين. طيب النون ساكنة والسين الأولى ساكنة والهمزة الوصل واللام ما بنرفضهم، فصار عندي من السماء. من السماء 4 إلى 5 حركات. إي من السماء فيه فيه في كسرة، يا خالي من حركة بما أنه الياء خالي من حركة، إذن حرف مد. وهنا مد طبيعي فيه. ظو 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 بأضم طبعا عشانها مضمومة، وبأضغط الصوت لأنها مطبقة. تمام. ظلوا. شفت عملت ايش؟ عملت عشان اطلع من التفخيم المطبق الى لو مرققة. ظلوا الحركة هاي عشان اطلع من التفخيم للترقيق. ما الالف الصغيرة يعني الف مادية عادية، 2 حركة. والتاء عليها ضمتين، والضمتين جنب بعض، بما انهم جنب بعض يعني معناته هناك حكم. شو هو الحكم؟ وراها واو، الواو من يرملون، ويرملون فيه عنا في كلمة يرملون في إدغام كامل وإدغام ناقص. الواو والياء إدغام ناقص. شو
شو يعني إدغام ناقص؟ يعني معناته النون لسانيا تحولت إلى واو، تمام؟ والخيشوم شغال بس، وبتعطيني غنة أكمل ما تكون، يعني من 4 إلى 5 حركات. حنقول ظلمات تو في غنة شغالة، في غنة ظلمات سمعين و ورا ورا را 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 سمعين، ما بفك ولا بضغط على اي نوع اي جزء من فكي من هنا نهائي، را بس بسحب الصوت لجوا بفخم بس. ورع ورع العين، العين وضعية العين قلت لكم بابتسامة بسيطة هي والهمزة والها والحاء والياء، ورع على وضع الساكن الرجوع إلى الساكن، ودون الطلع الضمتين رجعوا مرة تانية، وراها برضو واو. إذا عرفنا الحكم، عرفنا ورع دو و و و فتحة بس و ما تطوليهاش و و، تمام؟ ب وب وبر وبر وبر، تعلق لساني ليش؟ لأنه توسط ورا ساكنة، بعلق لساني ورا وبر عشان أجيب التوسط، وبر قوة، ورجعنا برضو ضمتين، الضمتين هدول أجا بعديها ياء والياء من يرملون، إذا هنا الإدغام الناقص، يعني معناته النون مكان النون حيروح مكان الياء لسانيا، والغنة حتشتغل، والغنة أكمل ما تكون، يعني من 4 إلى 5 حركات. وبر قوية لازم تجيب الضمة وبعدين تبدأي ضمة القاف، بعدين تبدأي الضمة الثانية اللي هي نون تبدأي تعمليها غنة. وبرقية رجعت لوضعية الياء، تمام؟ الياء هذا وضعيته، وجبت الغنة معاها. يجع يج يج يجعلو يجعلو لو يجعلون أ أ أصا، بقولش آ آ لا أ أصا، الصاد صا، أعلى أعلى التفخيم اللي هي المفخ الحرف المفخم بعديه ألف، وكمان مطبقة صا مضغ أضغطها أصا، بي بيع بيعهم أصا بيعهم، وارجع إلى الساكن في الميم واطبق الشفايف هم بس من غير ما تطولي الغنة، ليش؟ لأنه بعديها فاء، وقلنا احذري احذري إذا جاءت الفاء بعد الميم الساكنة، احذري إنك تعمليها إخفاء أو تطولي بالغنة. أصابعهم أصابعهم في، حرف الياء في، اجى بعديها بالكلمة اللي وراها على طول همزة، اذا صار عندي مد وبعديه همز، اذا صار عندي نوع من انواع المد الفرعي. شو هو؟ لانه منفصل، لانه الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، طيب ومنفصل، المنفصل في قراءة حفص من 4 إلى 5 حركات إن كنت بتقرأي بالتحقيق، أما إذا كنت تقرأي بقراءة قصر المنفصل بتجيب 2 حركة في أصا أو في أصا أصا أصا، سمعين الصاد؟ أصا بعهم آذانهم في في آذانهم في 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 آذى ذا ذا آذانهم، الذال ما فيش فيها صوت الهمس،
آذانهم، ميم ساكنة وراها ميم، صار عندنا ميم وميم متماثلين أضغموا ببعض، والميم غنتها المشددة أكمل ما تكون. هدول مدين طبيعية. آذانهم مينا، النون برضو عرفناها، النون ايش؟ زي من السماء، هنا من الص. ليه؟ جاوبوا عليها ليه؟ يلا جوابك صحيح ولا غلط؟ منعا لالتقاء الساكنين، النون من الجر والصاد الاولى ساكنه، همزه الوصل واللام ساقطات ما بلفظهم، لانه اللام ادغمت بالصاد فصارت من الص، من الصواء، والصاد في إلها صفير، من الص، الص، الصواء ولا وا، دائما واو بالعربي، تمام؟ من الصواء، عي، عيقي، عي، اتكائي هنا، ها شايفين؟ طي، برضو اتقاء، اتكائي طي هنا. من الصواعق حذر، 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 را 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 را، شايفيني انا ضغط على اشي؟ ما لا، حذر الموت، حذر الموت. في التاء لما اوقف عليها بصير عندي تاء ساكنة ات وليس ات، ات وليس ات، سين لا. طيب والله و و والله، هذه اللامات فخمت ليه؟ لانه سبقت بواو مفتوحه فصارت و والله، الها دائما رقيقه، دائما رقيقه. هو محي، محيط، طم طم طم، محيط. ايش الحكم هنا؟ ضم وميم، يعني معناته النون في التنوين حولت الى ميم، والميم مع الباء اخفاء شفوي، فصار عندي قلبنا النون الى ميم وبعدين طبقنا حكم الميم مع الباء اخفاء شفوي، تمام؟ فصارت إقلاب بميم مخفى. محيط، طم طم طم، من ورا من ورا من ورا، طرف لساني ما بيستخدموش في الطاء، تمام؟ بالكافرين، محيط بالكافرين، وبنزل صوتي لتحت 90 درجة لأنه عندي صار مد عارض للسكون معي، تمام؟ نقرأهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا تحقيق، نقرأها مرة ثانية بقصر المنفصل وانتبهوا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق وبرق، تمام؟ ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. انتبهوا، وبرق وبرق. الراء ساكنة والقاف لو بدك توقف عليها صعب، فيها صعوبة، عشان هيك عدة وبرق ق وبرق. ما تقوليش وبرق وبرق، توقفي عند القاف الأولى خطأ، لأنه هنا قاف ساكنة بس. فواحدة وبرق على طول سريعة وبرق، ولا توقفي عليها أحسن لك. إذا كانت فيها صعوبة عليكي أوقفي عند يجعلون، الوقف عليها سهل. حاولوا تبعدوا عن الوقفات اللي فيها صعوبة. نعيدها مرة تانية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لا تتكوا كافرين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الله يجيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.